300 جيجا واحدة. شوف يا حسوا ما شاء الله شايف ما جرب 59 دقيقة. لا شايف بصيرك. لا لا ما جرب 59 دقيقة واحدة بس دقيقة. شوف هاي الناس ده الناس نعلم نتلاقى جوا بعد. نتلاقى جوا هاي تمام. باقي دقيقة واحدة جوا الحق دي شايف بدا شايف حرية وثورة يا رجال حرية معصورين في دنيا ملينا فيها والي العشب لقمة حرام شايف انه وضع مثالي في الوقت الحالي ناس يوقفوا بعد تسالي في الجنبات حلقي وبنبو مستوى الدخل عالي قبل ما نمرق يا جناب ومشينا شمال حولنا الجازفة كنا الدبر كنت التراب عدونا بيكم ده الجزاء المؤمن صديق صدقنا وكل كلمة كنا بنلحقها بيتنا في معتقل ما فينا مشتبه الغبنا في جلود الغبش مرسومة طالت العيش صعب لاقين مهانة والجسد بتهالك قبل ما كلنا نموت مرقنا نموت في شارع عرقنا لك شهد 30 سنة ما شدك وازع يا العنصر المغرور مرقنا بدستور على فكرة نحن نفس الناس اللي وقفنا في طابور نحن نفس الناس اللي ماتت احلامه بسلامة عشان حشيتك تبقى لامة بس يوم القيامة ما في شاهد زور بطقة ما تقتل بتقتل سكات الزور والظلم هنا عادي بيرفع سلاحه للوطن فرحان بدل ما يرفع للأعادي يقعد قال أنا قلت وكنت ومن زمان أنا هنا قدمت ويقعد قال أنا قلت وكنت ومن زمان أنا هنا قدمت نداء سودان إيماء على الحيطان وناضل فك قهر وقبن وكتمن بمبه صرخة شافع الضكران كنداكة النيران شتنا في القضبان تسقط بس يا كيزان بنشكي من صفوف الغاز ومن صفوف بنزين ضيق المعيشة وعدم تأمين عشان أرواح القريبين فضلنا ساكتين السكوت ليلة السلام والسلام طلع كمين من الليلة ما في سكوت بعد ما الطفل قال يوميا فايت يا ولد تمرك تموت عادي يوم بكرة بين يدينا الرحمن حكوم باي يوم الطلقة ما بتقتل لا بقتل السكوت تخليد وصايا الحوت القالب والصمود ما هي معركة بقاء ضد الشياطين السود نبقى نحن جند الوطن دم جنودنا ما جنود يا الطلقة ما بتقتل بتقتل سكات الزور والظلم هنا عالي بيرفع سلاحه للوطن فرحان بدل ما يرفع للأعالي ويقعد قال أنا قلت وكنت ومن زمان أنا هنا قدمت قصة ما بين أشخاص ثلاثة عدد بلد شيطان ولد كان الولد كات ما فيه مين متولد دنيا قاسية وراسه أقصد زيت صلاة بيزيد جلد غيب مخه ضرب البنج وشرب العراقي 40 جلد عشان يطهر الجلد فجأة الولد سب دينه قال يا ريته ما اتولد كره البلد وقام سافر شرد مرمط في الغربة حكا يتخلى الشيطان يسيطر يتخلى الجدع في البلد فلما كتمت فيه ورجع حلف يمين بإنه تاني ما يسيب البلد جات البلد قالت للبشير أو الشيطان ما في حل جاك الولد مستحيل تعيشوا انتوا الاتنين مع بعض شرار وجع ألم حمض المضض يبق بركان يشيب طوت ثورة قام ومض ولع لهيب وهاج إلى الأبد يا قيامتك انت تقوم يا تقوم قيامة الولد تسقط بس بيرفع سلاحه للوطن فرحان بدل ما يرفع